السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر على هذا الانقطاع ناتج على الكونكسيون. نتسنى الإخوان يلتحقوا. غادي نكملوا على كومون ديكروشي ان ترافاي لو بي تي بي. دونك نتظر. دونك بونسوار سلام منير. نتسناو الاخرين توجور لي بروبليم دو كونيكسيون. عمر سلام. جو سوي ديزولي على هاد البروبليم دو كونيكسيون. C'est embêtant, les qui m'ont demandé où on se brûle. Il y a des opérateurs de la connexion vraiment. En fait, le qui t'a dit, maintenant je suis à l'horizon, il s'accroche, je suis comme l'eau. Donc, ma rêve, ça a fait qu'une tour que tu veux que tu as saut. Il a ce que tu veux que tu voulais finir. Il s'est appris ce qu'un d'un mal dit. Je l'ai pas un saut. Il a ce que tu voulais finir. غير عافاكم غير يتقطع الصوت ما باقيش تسمعوني وما فات سيني في الشات لو سي في واخا لو سي في هضرت ديجا على الصوره ياك درت على لي فوتو فوتوغراف فين وصلت في السي في بالضبط ميم لا ليتر موتيفاسيون فو لا شونجي وي قولوا لي بعدا غير فين وصلت اكرام فاش كنت كنهضر وصلت في السي في فين تقطع لكم الصوت واش هضرت على لي فوت دوغتوغراف سمعتوني فاش هضرت على لي فوت دوغتوغراف لا فوتو يلا هضرت على لا فوتو داكور دونك اول حاجه قلنا الفو بيان شوازير سا فوتو هذه هي الحاجه الاولانيه بعدا ثاني حاجه كنت قلتي خاص يكونوا بزاف لي سي في عندنا فوالا لي فوت وي هضرت عليهم دونك خاصنا نبدلو لو سي في ما يكونش غير واحد داكور دونك سي بون دونك تيكون plusieurs CV, كل CV موجه لفين بغيتي تدفع. لا بغيتي تدفع لونتربريز كتوجد لها CV, بغيتي البيرو ديتود كتوجد لها CV ديالو, بغيتي تخدم في لابوراتوار CV ديالو, يعني علاش؟ باش تو مي اون فالور كتبين بحال كترمي الضوء على الخبرة اللي هما طالبين لك في لو بوست. باش تعرف تو مي اون فالور خصك تعرف شنو هو لو بوست. داكشي أول حاجة بديت بها هي لي زانترفونون متدخلين, شرحت لكم النوعية ديال الخدمة ديالهم. لونتربريز فاش غادي تطلب منك تدخل عندها غتبغيك اما كشاف شونتي اما ككوندكتور طرافو جينيرالمون. دونك في هاد الحاله هادي شنو هما الخبرات اللي خصو يكونوا عندك؟ خصك تكون بعدا عندك واحد الكاريزما, واحد الشخصيه قويه, لان تو فابيلوتي غادي تجيري واحد لي زيكيب اللي هما فيهم معلميه, وحنا كنعرفوا لا ديفيكولتي في هاد الاتجاه. ثاني حاجه خص تكون عندك لي لوجيسيال ديال بلانيفيكاسيون بحالاش بحال ام اس بروجيكت. هذا سيرو تعلموا ليه, راه ما تيديروهش في لي كور, ولكن راه لي زونتربريز كيطلبوه. هو باش كيتصاوب بلانيفيكاسيون. فاش كنقول بلانيفيكاسيون لي طاش اللي غيداروا في شونتي امتى غتبدا كل وحده والتسلسل ديالهم ولي زيكيب اللي غتافيكتي, يعني البلانيفيكاسيون دو شونتي. هادي كدار اللوجيسيال ام اس بروجيكت بيان سور. في لي كور ديالكم درتوها يعني حسبتو درتو بلانين دو دانت, يعني درتو بلانيفيكاسيون ولكن ما خدمتوهاش في اللوجيسيال. دونك هنا هذا هو اللي خصكم تمشيو تعلموا ليه. خص تكون عندك الميتري حتى هو مطلوب. الى اكري كومون ام اس بروجيكت, واخا انا نكتبو لكم في الساب شات ام اس بروجيكت. ام اس بروجيكت حاجه اخرى الميتري ضروري, لانك غادي دير دي زيستيماسيون, غتحسب لينا الاثمنه, غا لي كونتيتي. دونك هادو من الخبرات اللي هي لونتربريز كتطلبها. يعني انا باغي ندفع لونتربريز خصني نكون مقاد هادشي وعارف اش غنقول فيه وموجد يعني عندي خبره فيه كوميم, واخا غير في لي ستاج, واخا في القرايه ديالي درت دي بروجي انسي دو سويت. هذه بالنسبه لونتربريز. ندوز دابا للبيرو ديتود, حيت هادو هما لي غروند بول, هادو هما المشغلين الكبار في البريفي. هي لونتربريز بيرو ديتود كيبقاو ناس قلال كيمشيو لابوراتوار, يعني الكثيره اللي كتشغل بزاف هما هاد جوج الناس, هما لي بيغو ديتود ولا لي زونتربريز. بالنسبه لي بيغو ديتود, بيغو ديتود هنا خصني نعرف اش من بوست مطلوب. بيغو ديتود راه شرحت لكم فيه دي ديسيبلين, فيه بزاف ديال لي ديسيبلين.
فيه الناس الباتيمون يعني ديبارتمون باتيمون ستركتور. هنا الا غادي الا طالبي البوست في هذا لو ديبارتمون غيطلبوك منك تدخل كبروجيكتور اولا كديسيناتور. تبعوا معايا مزيان، زور قاستيلو بروجيكتور ولا ديسيناتور، شنو الفرق بيناتهم؟ ديسيناتور غادي تخدم ترسم لي بلان فقط، يعني ما عندك حتى شي ريسبونسابيلتي فشي حاجه اخرى. يعني لانجينيور اللي معاك غيعطيك الديتاي يرسمو لك في ورقه وانت تشوفها لو ريبورتي في اللوجيستيال، يعني غالبا لوتوكاد. ودابا راه كيتوجهوا للغوفيت، يعني بيرو ديتود غنكتبها لكم في الشات. بيرو ديتود خص يكون عندكم لوجيستيال اوتوكاد غوفيت، هذا بوغ ديسان. غوفيت راه هو كومبلي، فيه الديسان فيه ستركتور فيه هذا هو الغوفيت. راه قلتها لكم ديجا في واحد اللايف. لاكتواليتي دابا هي الروفيت، اللي ما عندوش الروفيت في السي في راه غيكون السي في ديالو ناقص. دونك روفيت سيرو تعلموا ليه. دونك اوتوكاد روفيت بالنسبه للديسان، هذا بوست الاولاني ديسيناتور. بوست الثاني هو بروجيكتور، هذا حسن ديسيناتور. علاش؟ حتى هو راه كيدير لي بلون. ولكن شنو الفرق بينه وبين ديسيناتور؟ الفرق بينه وبين ديسيناتور انه كيقدر يقرب بلا ما يكون معاه لانجينيور، يعني يقدر يصاوب لو بلون ويدير شويه ديال كالكول ويحط لي ديتاي مثلا ديال الحديد وداك الشيء بلا ما يكون مع لانجينيور. في الاخر غيجي لانجينيور يفيريفي معاه. ديسيناتور ما يقدرش يحط شي حاجه الا ما عطاها ليه لانجينيور اللي معاه. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. فاش يكون بوست ديسيناتور عرف راسك راه غير غترسم غير غديسيني. فاش يكون بروجيكتور سي كوميم راه راك ان تكنيسيان اللي غدير البروجي كوميم ديالك كامل تقريبا بالمساعده ديال لانجينيور، ولكن راه تعتمد على راسك بواحد الطريقه كبيره. بيان سور البروجيكتور كي بروجيكتور كيتخلص اكثر من التكنيسيان، باش ما كتزاد لك المسؤوليه راه حتى الثمن كيتزاد. هذه واضحه. شنو كيقول؟ اش كتقول؟ واش الفرق بين الروبو والروفيت؟ الروفيت علاش دابا هو لاكتواليتي، هو اللي مزيان فيه سي ان لوجيسيال بيم. فاش كنقول بيم سي ان لوجيسيال اللي كيجمع كاع ليلو، غيجي لاركيتيكت غيرسم في الروفيت، يعني كاين لا بارتي اركيتيكتورال في الروفيت ياك. غيجي الناس ديال بيتون ارمي غيرسمو البلان دو كوفراج وغيديروا لي كالكول فيه، يعني داكشي اللي غيدير الروبو لوتوكاد غيديروه في الروفيت نيشان. غيجيو الناس البلان بغي الكليماتيزاسيون، يعني لي زوتر لو كلهم تيخدموا فيه. كتولي عندك اون ماكيت اللي فيها لي لو كاملين، يعني كتقدر تشوف لو بروجي بلانتيراكسيون ديال لي لو كاملين. هذا هو داكشي الجديد اللي جايب الروفيت، وداكشي علاش هو اللي غيولي زعما دوغينافون غيولي هو اللي مطلوب في جميع كو ساسوا لي بيرو ديتود كو ساسوا لي زاركيتيكت، يعني شي حاجه اللي هي ضروري دابا لي تكنيسيون ولا لي انجينيور يكونوا عارفينها. ياسر السلام عليكم. وعليكم السلام. دونك راه كاينين هنا الناس في لي بيرو هذا اللي اكدوا لينا هذا الكلام هذا. دونك الروفيت راه بيانتو زعما هو اللي غيولي. دونك هادو بالنسبه للبيرو ديتود. بيرو ديتود كتكنيسيان الا بغيتي تزيد تعمر لو سي في ديالك، يعني يكون عندك حتى لي لوجيسيال دو ستركتور. لوجيسيال دو ستركتور شنو هما؟ كاين الروبو. دونك سناء ياك الا باقي عقلت على سميتك. دونك الروبو شنو هو؟ الروبو كيدير لينا لي كالكول ديال ستركتور، يعني هو اللي كيحسب لينا لا ديسون دو شارج لي كالكول سيسميك الزلزال، كيعطينا لي ديتاي ديال الفيغياج. يعني الروبو هو اللي كنديرو فيه سكون ابيل لا موديليزاسيون. هذاك لو البروجي ديالنا كنحطوه في 3 دي في هذاك في الروبو، وكنديروا القوه ديال الزلزال ونشوفوا كيفاش غيتحمل ونخرجوا لي ديتاي ديالنا كاملين. دونك هذا هو الروبو. هذا الا كان عندك في السي في هذا لانجينيور ضروري يكون عنده. بالنسبه لي زانجينيور الا ما عندكش الروبو ولا المهم شي لوجيسيال ديال الكالكول، في المغرب كنخدموا بزاف بالروبو. ما كاين ايتابس مثلا لي زالجيريان كيخدموا بايتابس. ايتابس هو زوين بزاف، انا خدمت به زعما انا عجبني في لي ريزولطا ديالو. كاين روبو، كاين ايتابس، كاين ارش، كاين ساب، يعني كاين بزاف ديال لوجيسيال ستركتور. حنا في المغرب بزاف معروف عندنا الروبو. فوالا سلوه بالقيد كتقولوا في سي تري امبورطون في البيت جو كونفيرم. فوالا دونك هذه مفروغه منها. دونك الدراري اللي بغاو يوجدوا لي سي في ديالهم سيروا تعلموا الروفيت. راه ما تقولوش ليا حنا راه كندوزو ما كنجيبوش حيت ما كايناش الخدمه. لا، راه حيت انت مازال ما وصلتيش للنيفو اللي طالبين الناس في الخدمه فقط. دونك كيما قلت لكم لي بيرو ديتود كاينين لي لوجيسيال دو ديسان اللي هما لوتوكاد روفيت. حتى هو روفيت خلاص ما فيهش غير ديسان، فيه بامال كيدير حتى لي كالكول كلشي. وكاين لي لوجيسيال دو كالكول، لي لوجيسيال دو كالكول نست ستركتور. عندكم كيما قلت لكم الروبو، ساب، ايتابس، ارش، يعني هادو مجمل لي لوجيسيال ديال الكالكول.
الا تعلمتي غير الواحد فيهم مثلا الناس في المغرب الا شديتيه شويه الروبو راه مزيان بالنسبه لي تكنيسيان يكون عندك غير انيسياسيون فيه راه سي تري تري بيان لي زانجينيور خص يكونوا ضابطين يعني ماشي انيسياسيون لان تيخدموا به مليون في المئه دونك هذه نقطه البي او تي بالنسبه للستركتور بالنسبه لي زوتر ديبارتمون كل ديبارتمون بيان سور عنده لي لوجيسيال ديالو انا غندير لكم واحد الحلقه باش ما نطولوش هذه غندير لكم واحد لا فيديو غير على لي لوجيسيال يعني في كل دومين لوجيسيال اللي خصكم تضبطوا باش وانت غادي تبريباري راه خص يكون عندك ديك لي لوجيسيال سي سيستيماتيك دونك غادي البيرو ديتود خصنا يكون عندنا كنعرفو نرسمو لي بلون ديال الكوفراج كنعرفو مثلا الا كان بوست في الكتريسيتي كنعرفو نديرو لي بلون ديال الكتريسيتي يعني حسب لو بوست اللي مطلوب كنوجد لهذاك لو بوست ما كنمشيش هي هكذا الله كنبريباري مزيان راه الناس اش غيدوزو ليا راه غيدوزو ليا دي زونتروتيان غنشوفو المراحل ديال لونتروتيان اش غيكون فيهم داكور ميرسي اوكي دونك بالنسبه هذا بالنسبه للبيرو ديتو كنتي غتدفع لابوراتوار هنا لي زيساي خص يكون عندك واحد الالمام بلي زيساي اللي كيدير لابوراتوار كاملين بحال واحد في فيسبوك صراحه جاتني بيزار كيقول لك على بغي يحل لابوراتوار وكيقول لهم عافاك قولوا لي شنو هما لي زيساي اللي كيداروا في لابوراتوار هل يعقل واحد الانسان بغي يحل لابوراتوار وما عارفش لي زيساي اللي كيداروا في لابوراتوار هنا كاين تناقضات عند الناس وما كيشوفوهمش مالوغوزمون وفاش كيدير الحاجه وكتخسر له تيقول لك ما كاينش معامل دونك هنا لابوراتوار اللي غنخدم فيه ولا غنحلو ولا خصني نعرف مجمل لي زيساي ولا التست اللي كيدير لابوراتوار التجارب والاختبارات اللي كيدير كيسوا على التربه كيسوا على لي ماتيريو يعني جميع الاختبارات خصكم ضابطهم باش نقدر نجيب هذاك لونتروتيا دونك هادو مجمل بالنسبه لي بيرو دو كونترول بحالهم بحال لي بيرو دي سول يعني نفس الخبرات تقريبا اللي مطلوبه تما كتكون مطلوبه عندك هي لي بيرو دو كونترول صراحه كيبغيو بلوس ديكسبيريونس يعني واحد الانسان الله بادي صعيب باش يدخل لان بيرو دو كونترول صعيب بيرو ديتود يقدر يدخلك واخا ديبيوتون علاش حيت بيرو دو كونترول ما تيديروش لي كالكو كي فيريفيو باش تقدر تفيريفي راه خص تكون عندك ديجا يعني لوغدر دو غوندور ميزان يعني تكون خدمتي بزاف باش كتقدر تكتسب داك الميزان باش تقول هادي واش لوجيك واش سي با لوجيك دونك هذا اللي كاين ريكابيتولو كيما قلت لكم بغيتو تدفعوا لشي ايتابليسمون بوبليك خصنا بريباريو لي كونكور يعني قرايه داكشي اللي قرينا كامل تيوري وبراتيك ديالو كله خصنا نضبطوه يعني هي تحط لينا في هذاك الشيء بغينا ندخلوا البريفي عندنا اما انتربريز عندنا اما بيرو ديتود عندنا اما بيرو دو كونترول عندنا اما لابوراتوار دونك هادو هما الاتجاهات اللي عندكم انا يعني دابا نكملوا على لو سي في بي دونك سي في قلنا خص يكون عندنا بزاف لي سي في لي سي في خص يكونوا فيه لي لوجيسيال الا ما فيه حتى شي لوجيسيال غير ما تعوش تخدم غادي نقولها لك نيشان ماشي باش نحبطكم ولكن باش تعرفوا الواقع شنو كاين راه اللي غيميزك بينك وبين الاخرين هما لي لوجيسيال دو بلوس راه كنعرف الدراري تخرجوا خدموا في البلاصه دري ضبط الروفيت في الاخر العام ديالو ضبط الروبو راه ما جلس 6 دقيقه ما شومه دونك هادشي هي باش تعرفوا شنو كاين ماشي انت ما عارف حتى حاجه وما عندك حتى حاجه وكتقول ما كايناش الخدمه حاجه اخرى في السي في واحد النقطه مهمه كتهمل ديك ديفير ديال الاخر ديال تحت غالبا كتمشي تكتب ليكتور سبور يعني كتحط نيمبورط كوا لا هذيك راه كيسولوا عليها حتى هي لان يعني هذيك تتعطي شويه واحد اللمحه على الشخصيه ديالك دونك هذيك اول حاجه ما نحطش شي حاجه اللي انا ما تنقراهاش ما نكتبش ليكتور وانا ما تنقرا والو حيت الا قال لك ليكتور يقول لك بحال شنو كتقرا دونك ما عمرني نحط شي حاجه ما تنديرهاش ما غيشدني منها ما نحطش سبور ما نديرش سبور يعني اي حاجه نحطها نكون كنديرها والحاجه اللي نبغيكم زعما تتوجهوا ليها شي شويه هي العمل الخيري يعني دي تروك اسوسياتيف هكذا هذاك الشيء زوين بزاف هاد ديفير لان كيبين واحد الشخصيه اللي هي منفتحه واحد الشخصيه اللي هي كتخدم الاخر واحد الشخصيه اللي كتخدم اون ايكيب وهذا هاد الشخصيه مطلوبه في العمل دونك توجهوا لهاد الاعمال هكذا دخلوا في جمعيات ديروا شي حاجات هكذا اون باراليل القرايه ديالكم ولا حتى الناس اللي خدامين يديروا هاد الشيء شي حاجه زوينه اللي كتنفع الشخصيه ديال الانسان دونك هذه هو اهم النقاط في السي في داكوغ دونك السي في مزيان ياك تبعين معايا مزيان دونك السي في خصو يتخدم مزيان ويكون عندكم بليزيور سي في وما كاينينش لي فوت دوغتوغراف هذه محيوها من القاموس دونك نعطيو السي في فيريفيوه لينا واحد 10 الناس ما خاسرين والو تيكون نيكل سي بون ياك تسمعوني الا تقطع الصوت علموني دونك لو سي في سالينا معاه دابا ندوزو لونتروتيان واش مزيان
مفات سيني واش كتسمعوا؟ كتسمعوني ياك شباب؟ داكو صافي راني نحط حدايا هادي باش اوكي سا مارش. دونك دابا ندوزو لونتروتيان. دابا وصل لو جور جي. وي كنسمعوك مزيان بروف. اوكي دونك دابا السي في سالينا معاه. دابا وصل لو جور جي اللي غيعيطوا لك هاد الناس السي في ديالك مزيان كان هو هذاك بارابور لو بوست لي مطلوب tu as mis en valeur يعني لي كومبيتونس لي باغينهم في داك البوست اي تو. دابا وصلنا لنهار لونتروتيان ديالك. دونك هنا لونتروتيان il faut le préparer. تا هو ما تمشيوش ليه غير هكداك كيخص واحد البريباراسيون قبل لونتروتيان. شنو كيقول وي tout à fait bien d'accord madame كنسمعك. دونك بالنسبه لونتروتيان اول حاجه لونتربريز اللي بغيت نمشي ليها اللي انا دافع ليها اول حاجه خصني نعرف عليها المعلومات نعرف اش كدير لاكتيفيتي ديالها شنو 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 هي الخدمه اللي كدير مع من خدامه لو شيفر دافير العدد تقريبا دي زيكيب اللي فيها لي ديبارتمون اللي فيها لي ديبارتمون اللي ناخذ عليها واحد الخبره. دابا كاينه الانترنت دونك لا يعقل انا غادي واحد ليتابليسمون ما عندي عليه حتى شي معلومه غيسولني علاش دفعتي لينا نقول ليه ما لقيت والو غير لقيتكم نتوما ودفعت لكم واش هذا الجواب بان لكم لوجيك اولا نبقى ساكت اولا يقول كاش كتعرف علينا. دونك خصني لونتربريز لي انا غندفع ليها نبحث عليها مزيان داكوغ. هذه اول حاجه. ثاني حاجه خص هذا لونتروتيان ديالي كاينين واحد لي كيسيون كلي كيتحطوا في جميع لي زونتروتيان. هنا الناس اللي بغا يغيروا حتى الناس اللي خدامين وبغا يغيروا الخدمه حيت راه تكون خدام ما عجبكش واحد الخدمه وبغيتي تمشي للمحسن منها راه خصك توجد لونتروتيان ديالك. دونك جو بارل مع الناس لي ديبيوتون حتى الناس اللي باغيين ان شاء الله يبدلوا المحسن. هنا في لي زونتروتيان غنميزو ما بين الشركات الكبرى ياك وما بين الشركات الصغرى ولا لي بيرو ديتود الصغار والبيرو ديتود الكبار يعني اون جينيرال تنهضر على واحد لاطاي ديال لونتربريز كبيره ولا صغيره. الا كانت اونتربريز كبيره راه غالبا غيدوزو لك بزاف الناس لونتروتيان ماشي غير واحد يعني غدوز في الاول في ريسورس هومان هما الاولين بعدا غيهضروا معاك. هادو ما غيهضروش معاك على التكنيك لا اش كتعرف في الامور التقنيه ولا غيشوفوا الشخصيه ديالك يشوفوا كيفاش كتهضر لا كومونيكاسيون يعني غيتريتيو هذا الاتجاه هو الاول حتى تنجح عادي يدوزوك على الناس التكنيكي يعصروك حتى همايا. هذه الشركات الكبرى. الشركات الصغرى غالبا ماشي كيدوز لك لونتروتيان كيدير معك شويه ديال هذا الشيء ديال الغوسورس كيدوز لك التكنيك او ميم طون اوكي تيهضر معك في كل شيء. دونك بالنسبه للشركات الكبرى اللي كيديروا لي زونتروتيان لي كيسيون الاولانيين ديال الغوسورس هومان شنو هما يلا شكون اللي يقدر يقول لي شنو هي اول كيسيون كتطرح ان اونتروتيان شنو هي لا بروميير كيسيون اللي غادي تلقاها. يلا لا قدرتو تكتبوها لي في الشات كوم سا باش يكون التفاعل بيني وبينكم. اول كيسيون غادي يطلبوا منك شنو هي يلا حاولوا رياجيو معايا رابيدمون باش ما يمشيش يتقطع لينا اللايف. Parlez de vous, voilà, présente-toi, c'est ça. Présentez-vous, là, parlez-moi de vous. Donc, elle dit, présente-toi, elle dit, awel question. Arf prask, présentez-vous, je m'en cas de voilà. Ben, moi, ce que je vous écoute, tout ce qui est brisné. Donc, il y a, je m'appelle Tan, j'étudie en troisième année ou en deuxième année, filière, tac, tac, j'ai effectué les stages. Là, khata. داكوغ دونك هنا نردوا البال هذه البدايه مهمه جدا. دونك في الاول ديالي شنو خصني اول حاجه لي غوغ اللي ما خصنيش ندير هي ما خصنيش نعاود داكشي اللي في السيفي جو دو با ريسيتي ما نعاودش داكشي اللي حطيت في السيفي نقول يعني جو تيدو كما قلت لكم دوزيام اني جي في مون بروميير ستاج ا ابري هادشي راه عطيتيه في السيفي ما حتاش تعاودو. دونك هنا خصكم واحد البريزونطاسيون اللي تاكروشي هذاك المشغل هذاك لو ريكروتور بحال اش جون غاشنو جون نبدا بالوبجيكتيف ديالي نقول جو مابيل بيان سور مثلا ايميل عالمي جي 23 ان عندي ماستر في هذه اولا تكنيسيان سبيسياليزي في جيني سيفيل ضروري نقول ديبلوم ديالي بيان سور ولكن صافي هنا ونحبس وندوز من بعد نبدا بلي زوبجيكتيف شنو لوبجيكتيف ديالي مثلا لوبجيكتيف مثلا كنت انا في بيرو ديتود لوبجيكتيف ديالي سي ديتر بروجيكتور كونفيرمي دون ان بيرو ديتود اي ابري هذا سي ان اوبجيكتيف ا كور تيرم يعني هدف يعني دابا
ومون اوبجيكتيف ا لون تيرم هو دوفينير شيف دو بروجي مثلا. هذا سي ان اكزومبل كتبين انك انسان طموح وانك عارف شنو بغيتي، بعدا عارف لو بوست بروجيكتور غاد فهمتي يعني فاهم وعارف فين تيفولوي، حتى ليفولوسيون ديال البوست عارفها، هي شيف دو بروجي. شيف دو بروجي راه شاد لو بروجي كامل مثلا. هذا سي ان اكزومبل. وعاد نقول ديك الساعه اللي يبدا يسولني ديجا نبدا باغ مون اوبجيكتيف سا مارش. وكالي اول حاجه. ثاني حاجه هي كاين واحد اون اوتر كيسيون اللي كتحط، شنو هي لا كيسيون في نظركم اللي كتقدر تحط حتى هي باغمي لي كيسيون؟ خلاص كيكون هنا كل واحد ثاني كيطرح لي كيسيون يبغي، ولكن كاين واحد لي كيسيون كلاسيكيين بحال هذه كلاسيكيه كاع لي زونتروتيان تسناوها غادي تجيكم. كاينه ثاني دي كيسيون حتى هما الكلاسيكيين تيتحطوا بحالاش، شكون يقدر يكتب لي لا كيسيون حتى هي اللي تكون محطوطه بزاف في لي زونتروتيان؟ يلا رياجيو معايا في لو شات شنو هي لا كيسيون الاخرى اللي كيقدروا حتى هي يقولوها لك في ان اونتروتيان. يلا شكون اللي يقدر يكتب لينا، شكون اللي يقدر يكتب لينا لا كيسيون؟ لا هذيك بوركوا فو تاع الاخر هذه كيتقطع الصوت. هذيك بوركوا فو هي اخر حاجه، يعني علاش نتايا وماشي واحد اخر، علاش انت غادي نفضلك، شنو اللي زايد علي، يعني غتعطيني هنا الاختيارات اللي غادي يفضلك على الناس الاخرين كما هذيك تنهيو بها غالبا بوركوا فو با ان اوتر. لا ماشي ماشي في هذه حتى الاخر، هادي علاش خليتي لوطر سوسيتي ابراهيم، هادو الناس اللي بغا يبدلو. وي هادي مثلا شي حد اللي بغا يغير خدمته، هاد السؤال يوجدو يقول لي مثلا بوركو نوطر سوسيتي. وي حكي سي حكيم فوالا، هادي من الاسئله بوركو نوطر سوسيتي، علاش السوسيتي ديالنا بالضبط، شنو عجبك فيها؟ دونك هنا ما غاديش تمشي تقول لهم باسكو فو زيت لي ليدر وداكشي ديك تفلاتيري هكاك، هادشي قديم كان كيتقال بزاف دونك الناس ما بقاوش كي. دونك غنقول مثلا ليفولوسيون اللي انا بغيت، البروجي اللي كتشدو كبارين وسا مانتيريس وعندي لومبيسيون باش نخدم فيهم، يعني انت عندك فكره على لي بروجي اللي كياخذوا انسي دو سويت، يعني بحال هكذا خصنا نجاوبوا على علاش كتختاريتي بالضبط نوتر سوسيتي تدفع ليها. فوالا علاش اختاريتي تخدم معنا، فوالا هذه سي اون كيسيون، علاش اختاريتي تخدم معنا ولا بوركو نوتر سوسيتي بالضبط. وكنا كيما قلت لكم ايفيتي تقولوا باسكو فو زيت لي ليدر دون لو دومين، هذا هادشي سي مشى عليه كما كنقولوا، ما بقاش على مود، صافي تيلمون كونسوموه الناس قالوه بزاف كو ما بقاش كياكل. دونك هنا خصني نقول لي بروجي اللي عندهم كي انتريسيون، يعني تكون ديجا تكون عندي فكره على لي تيب دو بروجي، ونقول بان لي زامبيسيون ديالي غاديين مع هذاك البروجي وليفولوسيون ديالي انا كشخص غادي مع هذوك لي بروجي. دونك هادي حاجه. فوالا كاينين دي كيسيون حدين اخرين حتى هما كلاسيكيين، هما اشنو هما لي كاليتي ديالك واشنو هما لي ديفو ديالك، هادي حتى هي parmi les questions classiques dans un entretien. يعني نبداو بدي لي ديفو، مثلا شنو هما لي ديفو؟ دونك هنا لي ديفو ما خصنيش نقول بعدا شي ديفو اللي مرتبط بالخدمه، مثلا انا دافع على لونتربريز ياك كونديكتور طرافو، نقول لهم جو سوي تيميد، واش تتظنوا غيدخلوك؟ امبوسيبل ياك، حيت لونتربريز كونديكتور خصك تكون عندك واحد الشخصيه واحد الكاريزما باش تقدر تجيري لينا واحد لي زيكيب. دونك ما عمرني نقول شي ديفو اون كونتراديكسيون مع لو بوست اللي انا دافع عليه، بعدا هذه نقطه. ثاني حاجه ايفيتي دي ديفو بعدا اللي هما ما مزيانينش اصلا يتقالوا، مثلا مونك دو كونفيونس ولا مثلا امبولسيف اندفاعي ولا جو سوي تيتو راسي قاصح ولا هادشي ايفيتي وتقولوه، لانه سي دي بوين نيجاتيف ما غاديش يزيدوك القدام في لونتروتيان. دونك هنايا لي زيكزامبل ديال لي ديفو اللي نقدر نقول، مثلا نقدر نقول جو سوي، مثلا انا كنت كنقول هذه القضيه الصراحه خاص يقولوا الناس بزاف، جو سوي بيرفيكسيونيست، يعني جو سوي كلكان اللي كنبغي الخدمه تكون في الطوب، هذا هو البيرفيكسيونيست، يعني شي واحد اللي كيبغي الخدمه هي سي ان ديفو لانك اكزاجيري
ولكن هي راه فينالمون راه زوينه، فهمتوا كيفاش؟ يعني دوك لي ديفو اللي هما راه كيبانو ديفو، ولكن هما راه اون ميم طون زوين، يعني بحال هاد لي ديفو اللي خصنا نعطيوهم. اولا مثلا جيم با دوموندي ليد، جيم اريفي تو سول، يعني عندي واحد النفس وداك الشيء، و تنوصل تنبغي نوصل للراس، هي هادي حتى هي زعما تتبان ديفو، ولكن في حد ذاتها راه كتعطيك كتبين انك تو امبيسيو، انك تتخدم وتتدمر. يعني هاد لي جونغ دو هاد لي جونغ ديال 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 لي ديفو هادو مزيانين مقبولين، يعني هو راه ديفو لكن من موراه حاجه زوينه. هادو هما اللي تقلبوا عليهم، يعني وجدوهم واحد ثلاثه لي ديفو وجدهم ديهم معك. لي كاليتي دابا ندوزو لي كاليتي. لي كاليتي يلا الناس اللي ديجا خدموا هنا قولوا لنا شنو هما لي كاليتي اللي قالوا عندهم تستافدوا منهم شي شويه، يلا تفاعلوا معايا نيت باش ما نبقاش نكون بوحدي كنهضر. يلا شنو هما لي كاليتي اللي نقدروا نقولوا؟ دونك هنا لي كاليتي بعدا ما خصناش نقولوا شي حاجه مثلا اللي كتبين اننا منفخين بزاف اورغاي ولا فهمتي، نبينوا ولا متواضعين بزاف، يعني ايفيتو بحال هذا الشيء. هنا دي كاليتي اللي خصهم يكونوا كما قلت لكم غيلعبوا لك على لو سي في ديالك، كيخدموك في لو بوست. دونك عطوني دي زيكزامبل، عطوني دي كاليتي اللي نقدروا نقولوا. انا نقول لكم لا كاليتي اللي كنت كنقول في لي زونتروتيان اللي بغى ينقل مني. يلا الاخرين حتى هما تفاعلوا معنا. اسبري ديكيب فوالا دي تري بيان، هادي حتى هي من الحوايج اللي كيقولوا جو سوي جيم بيان ترافاي اون ايكيب، عندي ليسبري ديال ليكيب. هادي شي حاجه اللي مطلوبه بزاف الانسان في الدومين ترافاي، لان كتخدم مع الناس، الا ما عندكش ليسبري ديكيب غتبدا دير لهم المشاكل من الديبار. جو سوي ليدر، ليدر هادي ماشي كاليتي، هادي خصك تثبتها بالخدمه، هادي ماشي كاليتي بيرسونيل، فهمتي؟ ماشي ان تري دو بيرسوناليتي. ليدر خصك خدمتك الا تبين واش ليدر ولا ماشي ليدر. ponctuel oui يعني ponctuel voilà يعني كنجي في الوقت كنمشي في الوقت وي voilà دونك هادي حتى هي مزيانه. كاينه ثاني واحد لا كاليتي وحده اخرى، جو مادابت فاسيلمون، يعني جو مانتيغ فاسيلمون في لي زيكيب وجو مادابت، يعني اي خدمه عطاتها لي كانت ادابت معها دغيا، واخا تكون جديده عليا حتى هادي سي اون كاليتي مزيانه ومحببه. لو غارد توجور لو سون فرو، وهذه ماشي دائما مزيانه حيت بعض المرات خص يكون لو سون شو، خص يكون دمك حامي باش تكمل لينا الخدمه. الا كنتي مبرد دائما سي با توجور بوزيتيف، دائما نحاولوا نلقاو شي حاجه بوزيتيف لي دون تو لي كا، فهمتي؟ بحال كما قلت لكم ليسبري ديكيب هذه واعره، هذه قولوها ياك. نوطيوهم الناس اللي بادين راه ما عارفينش، دونك ينوطيو الناس اللي ديجا خدامين راه ديجا قايلين عندهم خبره شي شويه ما فيها باس نتعاطاو شويه الافكار. دونك ليسبري ديكيب هادي مزيانه. جو سوي سوسيال، يعني جانتيك رابيدمون، كنتعامل مزيان مع الناس ديما في هذا الاتجاه ديال ليكيب. اي حاجه قلتيها زوينه راه بوين بوزيتيف. كما قلت لكم لا فاسيليتي دابتاسيون، عطينا حطيناك شي شونتي بعيد ادابتيتي، عطيناك خدمه صعيبه ادابتيتي، ديك لادابتاسيون حتى هي مهمه. موتيفي فوالا تري بيان لا موتيفاسيون، جو سوي تري موتيفي، هادي حتى هي حاجه مهمه. انا نقول لكم شنو كنت كنقول واحد الكلمه اللي بغيتو تنوطيوها، سي لا بيرسيفيرونس. كيقول لي شنو هي لا تا بروميير كاليتي، تنقول جو سوي بيرسيفيرون. لا بيرسيفيرونس شنو هي؟ هي الاصرار، يعني الا بديتي الا درت بالي شي حاجه كنوصلها وكتعجبهم. هي كنقول لهم هاد الكلمه تتعجبهم، لان اي بروجي كنعطي يعني كيعرفك الانسان اللي عطاك بروجي راه غتشدو تتكملوا ليه. دونك هادي حتى هي سي اون كاليتي اللي محببه. لي بروبليم بو مو سون دي ديفي، فوالا تري بيان، حتى هادي زوينه. لي بروبليم سي سون دي ديفي، يعني جيم بيان نواجه المشاكل، يعني ماشي جو سوي با كيلكان اللي كنهرب من لي بروبليم، فوالا. دونك هادو مجمل لي كاليتي. الا وجدنا لونتروتيان راه تلاحظوا انك كتهضر بسهوله وعندك بزاف د الافكار، اما الا مشيتي الله كريم ما عرفتش حتى هاد لي كيسيون اش كيتحطوا وطرحوا لك، راه غادي تصدم، غايقول لك شنو هما لي كاليتي ديال كتبدا تتفكر ما تعرفش حتى شنو غتقول، ولا غتبدا تقول نيمبورط كوا، تقول شي حاجات اللي مال بلاصي ماشي في الوضع ديالهم كاع، ولا شي كاليتي اللي ما عندهم علاقه بالخدمه. مثلا عندك دي كاليتي ولكن ما عندهم علاقه بالخدمه، شنو بغيناهم حنا في الخدمه؟ وكانت شي راسها سو بريبار داكور.
دونك هذه بالنسبه لا كيسيون ديال لي كاليتي. دابا نمشيو لاخر كيسيون اللي كتطرح لي ديجا ذكرتو ليا ذكرتوها واللي هي بوركوا فو، علاش انت ماشي واحد اخر؟ دونك علاش انت ماشي واحد اخر؟ تقدروا تجاوبوا في هاد لا كيسيون فاش يقول لك لو ريكروتور بوركوا فو، علاش انت ماشي واحد اخر. وكان كاينين الدراري منكم اللي قالوا لي كون درتي لنا هذا فيديو حسن من اللايف، انا بغيت اللايف باش بحال هكا نتبادلوا الافكار ونسمع الناس الاخرين وتطرحوا الاسئله ديالكم. دونك سامي جو فويك سيميو من هكذا الفيديو اللي نهضر فيه بوحديتي. يلا عطوني دابا بالنسبه لا كيسيون بوركوا فو اي با دوتر، ولا اون مينوت بور كونكلير. بعد ما تيقول لك هكا اون مينوت بور كونكلير، يعني عطيني خلاصه ديال علاش نشدك نتايا وما نشدش الناس الاخرين. وكذا غير بالنسبه لونتروتيان ريسورس هيومان، يعني اللي كيقلبوا فيه علاش الشخصيه ديالك كي دايره. من بعد غيدوزوا لك التكنيكا. عمر بوحسين كيفكر، ما لقيتي والو عمر ياك؟ يلا الاخرين، عمر ديجا واش ايتوديون ولا خدام؟ هنا الناس راه كاينين اللي خدامين راه كيجاوبوا، المهم راه باين اللي خدام واللي كيجاوب، واللي ما خدامش راه كيتفرج ياك. ولكن شاركوا معنا لي زيتيديون حتى نتوما، عطونا افكاركم، عطونا شنو ممكن تقولوا. حكيم، سي حكيم كيقول باسكو جو مو فوا لوم كيلفو بور لو بوست كو بروبوزي. هادي سي حكيم اش نقول لك، هادي شويه فاغ ياك، علاش نتا لوم لهذاك لو بوست؟ فهمتي يعني ناس شويه تدوز للكونكري، يعني ما يجاوبش الانسان داك الجواب هكا فلو فاغ، خصك تعطي كونكري. دونك هنا باش تعطي الكونكري انا ا مون افي خصني نربط ايتوديون داكور. دونك هنا باش دونك عمر ايتوديون، دونك هنا باش نربط الكونكري بالشخصيه ديالي خصني نكون مثلا كما قلت لكم عارف لي زاكتيفيتي ديالهم، عارف لا ناتور دو بوست اللي مطلوبه. نقول لهم بارابور لو بوست لي وات بروبوزا، انا جي في مثلا دي سيمينير، حضرت لي سيمينير، ولا جي مني دي زيكيب دو طراي هنا وهنا، اولا مثلا درت غير مثلا لي ستوديون، كنت انا البيلوت ديال بروجي ديالنا د فان فورماسيون، جي بي جيري الميزامي زعما اون في ان تري بون طراي. وهذا يعني بحال هكذا داك لي كاليتي ديال داك لو بوست اللي هو مطلوب نبينوا ليه انا كونكريتمون انني ديجا فيا بشي حاجه ملموسه، يعني بشي حاجه انا ديجا دايرها نقولها تما غنقولها. كيقول لي معاد ابو زهر مدام لونتروتيان كامل كيدوز بالفرونسي. هنا معاد على حسب، هنا على حسب، الا كنتي في سوسيتي الكبار اللي فيهم شي تبعكيك راه كيدوز بالفرونسي. الا كنتي في دي بيرو دي سود عاديين ولا دي زونتربريز عاديين راه كيهضروا معاك بالعربيه، زعما هي با مال دو بارلي اون عرب. شوف حيت انا كنعرف هذا المشكل الفرنسيه كاين، انا كنفضل ياك نهضر بالعربيه افيك لي مو تكنيك دو فرونسي ونكون عارفه اش كنقول وضابط راسي على انني نهضر بواحد اللغه اللي ما ضابطهاش. هنا كنتزعزع حتى الافكار ديالي ما تنوصلهمش. دونك واخا يطرح لي لا كيسيون فرونسي قول لي اسكو جو بو بارلي اون عرب وهضر. داكور، دونك هادشي اللي كاين. دونك ما عمركم تهضروا بشي لغه ما ضابطينهاش، لان واخا هكداك لو بوست ديال تكنيسيون ولا انجينيور، المهم سي سورتو لي تكنيسيان صراحه لي انجينيور ما تيكونش عندهم هذا المشكل، مي سورتو لي تكنيسيان هنا راه ما نطلبش منك تكون كتهضر بالفرونسي مزيان بصراحه، يعني بيت تكون لي كونديكتور ولا بروجيكتور ولا ما محتاجينش الفرونسي بزاف. فاش محتاجينها في لي زيكري، يعني مثلا نقدر ندير لك تيست من بعد تكنيك نقول لك كتب لي شي بي في ولا هذيك هي، يعني في ليكري ما خصكش تزقلها، يعني وجه جد مثلا انت غادي دوز لونتروتيان وجد كيفاش تكتب ان بي في، خذ دي زيكزامبل حفظهم كاع، يعني دير دي زيكزامبل اكري. ولكن في لوغال سي با تري مال، تري ميشو انك تكون ما عارفش الفرونسي داكور. هذه النقطه، لان بغاو منك التكنيك اكثر ما بغاوك مثلا باغ كونتر مثلا كوميرسيال، شي واحد كي كوميرسياليزي مثلا الماربغ ولا دوك الشركات اللي غتخدم معاهم كوميرسيال. انا تلاقيت مع دراري وبنات خدامين بوست كوميرسيال هكا مع لي زونتربريز ديال الرخامز، هذوك وي كوميرسيال كيبغيو بريزونطاسيون كيبغيو تعرف تهضر بالفرونسي، يعني هذيك وي. ولكن لي بوست جونغ كوندكتور ترافو شيف شونتي ولا بروستور في بيرو ديتود ديسيناتور، هادو ما نطلبش منهم ان تري بون نيفو فرونسي. واضح؟
دونك هذا بوان. غير ما تحشموش، ماشي تكون انت عندك النيفو هابط وتحاول تبدا تتبع لك في الفرونسي معاه، لا لا، هضر بالعربيه وهضر مقاد بالعربيه وكون كونفيرمي وهضر مزيان، ما كاين حتى اشكال، غتعطي واحد لامبريسيون زوينه عليك. يلا اون باس اون باس داكور. دونك هادي بالنسبه لونتروتيان ريسورس هومان، يعني اللي غادي يدرسوا فيه الشخصيه ديالك، ان فوا نجحتي فيه غيدوزوك للتكنيك. من بعد التكنيك هذا هو المهم، يعني هاد الاولاني كيسيليكسيونيو به بحال الفلتر الاولاني، ولكن التكنيك راه هو اللي غيحكم واش صافي بغاوك ولا ما بغاوكش. انا راه بغا يخرجوا بك مشاريع، بغا يخرجوا بك بروجيات، الا ما كنتيش قادر تخدم لهم راه ما عندهم يديروا بك، واخا تكون شخصيتك زوينه تتشبع. دونك التكنيك خصنا نكونوا عامرين. كنشوف دي زيتوديون فريمون خاويين ما عارف والو، كيسول دي كيسيون فريمون بانال، هو راه مثلا قرب يتخرج وفي الاخر تيقول لك راه ما كايناش الخدمه. كونوا صريحين مع راسكم، كونوا صريحين لرضي لكم، انا مازال ما وصلتش النيفو ديال الخدمه، ماشي الخدمه اللي ما كايناش. وراه الناس ياكدوا علينا هنا، الناس راه خدامين، وراه تنشوف انا شحال من واحد كنعرفو تبارك الله راه خدم من ديبار ديال ماشوماش حتى نهار. وانا نقول لكم حتى ليكسبيريونس ديالي، جي با شومي اون اور، ماشي حتى نهار، اون اور. انا من الفان دو فورماسيون ديالي جي ديكروشي مون طرافاي. اون بليس انا كنت كنسمع ان لي في ما تيخدموش بالزربه في الدومين، لان انتما تتعرفوا سي ان دومين ماسكولين، يعني فيه الرجال كثر، يعني اون في باش دير بلاصتها فيه ماشي سهله. كنت متخوفه، والحمد لله من نهار من فان فورماسيون، من البروجي دو فان ديتود ديالي في لا سوتنانس، من ديك الساعه الناس اللي حضروا في لا سوتنانس شدوني ديك الساعه في البلاصه. دونك سي لا كومبيتونس، باش نقول لكم فاش كيشوفك الانسان كومبيتون كيهضر معاك تتجاوب، كي عندك ليكسبيريونس اللي عطاها لك ما كتحصلش، راه هذا الشيء اللي بغاو الناس. بونسوار سي حمزه، جيتي معطل، حنا في الاخر، المهم معليش، المهم راه اللايف كيبقى مسجل اللي التحق يقدر يعاود يرجع لاش ما درنا قبل. دونك التكنيك خصنا نكونوا فورفي، باش نكونوا فورفي التكنيك ما تيتوجدش. التكنيك سا ساكير فواحد لا فورماسيون توت لون دو لا فورماسيون ديالك، يعني فورماسيون مثلا تكنيسيان درتي فيها عامين راه خصك عامين كامله وانت مشمر، فورماسيون انجينيور درتي فيها 5 كون خصك ليك 5 كون كامله وانت مشمر، ماشي حتى الاخر لحظه عندي لونتروتيان عاد نمشي نوجد ليه، لا سا مارش با. تكنيك كيت بحال كونستركسيون، كيتبنى درجه بدرجه دقه بدقه، كيجيش حتى الاخر لحظه. مازال لونتروتيان هكذا ديال ريسورس هومان بوركوا توا لي كاليتي شي تقدر توجد ليه حتى الاخر لحظه وتمشي مزيان دوز، ولكن التكنيك راه من الديبار باش نكون واضحين. دونك هنا اون فوا دزتي لونتروتيان الاولاني مشيتي للتكنيك، على حسب لو بوست بروبوزي غيديروا لك لو تيست. مثلا انتربريز يقدروا يقول لك كتب لي بي في دو شونتي، دير ان بي في. وهنا كما قلت لكم فاش نلقى شي ميثود باش نبارطاجي معكم ان اكزامبل ديال ان بي في دو شونتيان، نبارطاجي معكم لي دوكيومون بحال هكذا، دي دوكيومون باش تاخذوا فكره. سي بي اس يسولوك مثلا على السي بي اس، كاين بريسكريبسيون سبيسيال اشنو فيه ولا اش كيصلح، خصك تعرف هذا الشيء شنو هو، يكون عندك ديجا ان اكزامبل في دماغ قريتيه شفتيه. غيسولك على سي سي ا جي، كاين دي كلوز ادمنستراتيف جينيرال ديال لي طرافو، حتى هو خصك تكون عارف دو كوا يساجي. هادشي هضرت لكم معاه في اللايفات اللي قبل، لونتربريز راه غيسولوك على هادشي، غيعطيوك ان تيست كيما قلت لك شي بي في ولا شي كونت روندي ولا شي رابور دافونسمون، يقول لك اكسبوا ليا رابيدمون شي حاجه هكذا اكري. يقدروا يطلبوا منك دير في لي ميس بروجيكت ان بيتي بلانين، مثلا ميس بروجيكت هضرت لكم عليه لوجيسيال. دونك هادو parmi les tests techniques اللي يقدروا يديروا لك لي زونتربريز. دونك اللي عنده شي يقدر يزيد ليا شي حاجه على هاد المعلومات، الناس اللي خدامين الله يجازيكم بخير، اونغيشيسي وعافاك لا ديسكوسيون كوم سا نسيت شي حاجه فكروني اش كتقول هاجر. انا بوست بديتي بيه، دابا تنهضر لي بوست هضرت عليهم قبيله هاجر، دابا تنهضر على اخر حاجه في لونتروتيان فاش كتنجح من لا بارتي الاولى ديال لونتروتيان اللي هي ريسورس هومان كيدوزوا لك التكنيك. دابا تنهضر على لونتربريز بوست ديال كونديكتور طرافو مثلا ولا شيف شونتي. دونك شيف شونتي سي سويفي سورتو، غيسولوك على كيفاش كتبنى هذه المراحل من لو مود اوبيراتوار في شيف شونتي. غالبا وجد لي مود اوبيراتوار مثلا تيراسمون، شنو هما لو مود اوبيراتوار تيراسمون ديالك، باش كنقول مود اوبيراتوار المراحل ديالو دقه بدقه. مود اوبيراتوار ديال ليكزيكسيون ديال اون سيمين، مود اوبيراتوار ديال ليكزيكسيون ديال ان ميغون بريك، هذا سي دي جون دي كيستيون. Hamza Benzia, tu dis que je suis dans une entreprise, ça fait une année et demie. Durant cette période, je me sens que j'ai rien appris au niveau d'expérience, même si ça a l'air bien.
انا الصراحه سي حمزه بالكونسي اللي كان عطيه للدراري ولا زعما كسكو جي فيكو بار ما بتيت اكسبيريونس. غالبا انا كنصح بليتود في الاول بيرو ديتود. علاش بيرو ديتود؟ ما تيخلصوش مزيان سي فري بارابور لونتربريز، ولكن او نيفو ابرونتيساج التعلم سي لا، هنا فين كتعلم مزيان. علاش؟ لانك دير الدراسه، الدراسه هي فيها التعلم بزاف، وكت يعني كت تي برودوي لي بلون، كتعرف المشاكل او ميم طون كدير حتى لو سويفي، يعني كدير لي دو، يعني كتكون ضابط مزيان. الناس اللي بيرو ديتود كيكونوا دائما تتحس بهم واقفين على الصح كي كنقولوا. ديك الساعه فاش كتاخذ واحد لا سوليد باز، واحد العام ولا 3 سنين، ديك الساعه تقدر تنقز لونتربريز ما فيها باس الا بغيتي تزيد لو سالير. وانا كنشوف الدراري زعما كنت كنعرفو هادشي اللي داروا، غالبا تيجي واحد 4 ans ديال بيرو ديتود من بعد كينقزوا لونتربريز. ديك الساعه كيدخلوا بوست صحيح اصلا في لونتربريز، تتكون عنده ديجا اون باز مزيانه، ديجا ضابط لا بارتي ايتود لا بارتي اكزيكيسيون كيمشي مزيان. سميحة كتقول تبارك الله عليك مدام يحفظك. ميرسي سميحة بارك الله فيك. دونك هذا هو بالنسبة ليكسبيريونس سي حمزة، هذا اللي كيبان لي انا النصيحة ديالي زعما في الاول مثلا اللي تحلات ليه فرصة في بيغو ديتود، انا جو بريفير زعما هذه هي لافي ديالي صراحة، زعما ماشي كنقول لكم شي قاعدة ولا سي ان افي بيرسونيل، ولكن كنشوفو زعما لوجيك. من بعد كتقدر الا بديتي بالبيرو ديتود تقدر تمشي فين ما بغيتي، تقدر تمشي ديك الساعه لونتربريز ما كاين حتى مشكل، تقدر تمشي للمتر دوفراج تولي انت المتر دوفراج ديال لا كورديناسيون تبع البروجي، نو كان بروبليم. يعني تقدر تنقز لاي بروفيل بغيتي، ما كاين عندك حتى مشكل، ولكن العكس صحيح. ما يمكنش تبدا بلونتربريز وتدفع البيرو ديتود ما يشدوكش، تكون عندك حتى 10 سنين لونتربريز تجي تدفع البيرو ديتود ما يشدك حتى شي بيرو ديتود، حيت ليكسبيريونس البيرو دي تاع لونتربريز بعيده تماما على البيرو دي تود. لونتربريز سي بلوس سي بلوتو سويفي، كتوقف كتشوف لا بارتي براتيك ديال الشوز كيفاش كتبنى الحاجه وفقط، ولكن ما تتعرفش منين جايه. مثلا تجلس تهز مثلا غير ديطاي تما ديال الحديد تقول لهم كيفاش دار هذا، حتى حد ما يعرف يجاوبك تما الا ما جاش السيد البيرو دي تود. ابراهيم تيقول سي كوا لا كاليتي دان مور ماسونري سولوني عليه كوسي لي سوليسيون دو تريتي لا سيغريغاسيون. هادشي ابراهيم نشوفو ابار دوطخ فيديو، نخليو هذا تاع لونتروتيان. غندير لكم واحد لا فيديو على لي بروبليم ديال لي بروبليم اللي كيوقعوا في الشونتي، مثلا سيغريغاسيون لي فيسور كيفاش نتعاملوا معاهم كيفاش نتريتيهم. غادي يكون ان شاء الله فيديو خاص في هذاك الاتجاه. اصبروا عليا دابا ديال مع لي زيتيديون سورتو لي غيدوز امتحانات نتسالي معاهم بيتون ارمي، وراه هادشي سي بروغرامي. انا هضر على هاد البروبليم سيغريغاسيون. دابا نكونسونطريو مع لو تيم ديال هاد اللايف من بعد نشوفو هادشي. دونك هذا بالنسبه لونتربريز كيما قلت لكم، بغيتي مثلا عندك بيرو ديتود باغي تدفع البيرو ديتود، دوزتي البارتي الاولى تاع لونتروتيان دوزتيها مزيان، غيدوزوك التكنيك اش غيديروا لك في التكنيك. انا شخصيا كنت مدوزه لي زونتروتيان الدراري في بيرو ديتود، وهادشي كنا تنعطيهم زعما كتعطيهم ان بيتي بلان الناس ستركتور، كتعطيهم ان بيتي بلان. مثلا نعطيكم انا اكزامبل ستركتور، ولكن هادشي فالابل ليكتريسيتي فالابل اي دومين، نفس الشيء تقريبا تيتعاملوا مع لونتروتيان بهذه الطريقه هذه. كيعطيك تصاوب له ان بيتي بلان ديال داك مثلا ستركتور، يعطيك بلان ارشي يقول لك صاوب لي البلان دو كوفراج، يعطيك واحد الساعه ديال المكانه غتكملها. يقدر يعطيك حتى المتري يقول لك دير لي عفاك لي كونتيتي ديال لي فونداسيون مثلا. دونك هادي سي دي زيكزامبل. عاد بيان سور غادي يقدر يسولك على المراحل ديال البناء، كيفاش بديت بهذاك الفيديو، شنو هما لي زيتاب ديال البناء من الاول، من لا فاز ايتود حتى لا فاز اكزيكيسيون. يعني خصك تعرف تهضر على لا فاز ايتود لا بي اس لا بي دي دي سي او، وتعرف لي فاز ديكزيكيسيون المراحل ديالو. انا شخصيا هذا السؤال تطرح لي قال لي شنو هو المراحل ديال ليكزيكيسيون ديال ان باتيمون دو ا ا زد، وسكو تبقى كيتفرج فيا. دونك سي بور سا انا معقد هذا هو الفيديوهات باش بديت بهم، هما هاد المراحل ديال البناء لي فاز ديتود لا فاز ديكزيكيسيون، لان كانت اول سؤال تطرح لي و فريمون جي مال ريبوندو. واخا الحمد لله خدمت، ولكن جي مال جي مي سونتي ابري فاش خدمت كو لا ريبونس لي عطيت ماشي هي هذيك، حتى خدمت عاد عرفت الحقيقه شنو كانت. دونك ما جاوبتش مزيان كوم يلفو، مي الحمد لله جي ديكروشي كوميم هذاك لو طرافاي. دو بارمي لي كيسيون دو بيرو ديتود كما قلت لكم، خص تكون عندك لوجيسيال اوتوكاد، هذه بعدا لو مينيموم اضعف الايمان هو الاوتوكاد في بيرو ديتود. ولكن الا بغيتي تميز على الاخرين كما قلت لك، زيد الروفيت في السيفي ديالك، زيد لي لوجيسيال ستركتور اللي هما جون روبو
ايتابس. المهم في المغرب بعدا الروبو هو الستيكتور اللي مستعمل بزاف. تقدر تزيد ايتابس، ساب كما قلت لكم، اخش حتى هو كنخدموا به. دونك هادو سي لي لوجيسيال دي ستركتور اللي كيحسبوا لينا لو فيغاياج. هذا بالنسبه للبوست ديال ستركتور. مي الا كان بلادنا دافع مثلا بوست الكتريسيتي ولا راه سي اوتر شوز. الكتريسيتي ثاني غيسولوك على لي شيما اونيفيلير، يعطيك دير بلان لو بلان ديال الكتريسيتي، يعني كل بوست وشنو فيه. دونك انا تنركز بزاف على ستركتور باسكو الدومين ديالي هو هذاك. مي هنا كل بوست وكل دومين اللي انت دافع عليه على حسب شنو طالبين فيه. مثلا الناس ديال في ار دي راه كوفاديز، الناس لي غوت راه بيست. يعني هنا راه كل تخصص وشنو لي لوجيسيال اللي غيعطوك دير فيه التيست. هنا تيعطوك دير التيست في لي لوجيسيال. دونك سا مارش. دونك هذا بالنسبه للابوراتوار. هادو صراحه ما ماشي مشغلين، ما كيدخلوش كما قلت لكم ناس بزاف، يعني كاينين واحد النسبه قليله. لابوراتوار خص لي تيست تكون عارفهم ضابطهم باركور، ملي تكون دوز دي ستاج ديالك. سي حكيم تيقول لك ايغالمون ليكسيل لا كاتاستروف دي تكنيسيان كي نيسافا يوتيليز. وي ليكسيل هذيك اون اون بارل با ليكسيل، زعما انا بالنسبه ليا مسلمات ليكسيل الوورد وداك الشيء، يعني طابي واحد لو رابور في الوورد ولي زيكسيل، هذه خص تكون مسلمات نورمالمون، خصناش كاع نهضروا عليهم. دونك حشومه نهضروا عليهم كيما قال سي كاتاستروف دي تكنيسيان.